السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اكتشفت زوجي أنه يشرب الخمر. أعوذ بالله. ويدخن، فماذا أفعل؟ شلون اكتشفتي؟ كيف اكتشفتي؟ رأيته بنفسي. أنت متزوجة حديثا ولا قديم؟ لا لا، عندي 20 سنة. طيب هذا الأمر قريب، يعني شيء طرأ عليه؟ كان زوجي ملتزما جدا، ثم انتكس هذا فجأة. ثم انتكس؟ أي اللهم اربط على قلوبنا. اللهم امين. لقد كان ملتزما، ثم رأيت هذا بعيني، فأنا ماذا أفعل؟ أنا حاجة. طيب تسمعين توجيه الشيخ أختي عائشة. يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله أكبر. هنا تبرز عظيم حاجة الإنسان إلى تثبيت الله عز وجل، وأن الله لو لم يثبته لتهاوت قواه وانهار قلبه أمام الشبهات والفتن. فالقلوب ضعيفة والفتن والشبهات خطافة. إذا لم يعصم الله عز وجل العبد فإنه يوشك أن يهلك. ولذلك كانت أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم ومصرف القلوب لا ومصرف القلوب، يؤكد هذا المعنى صلى الله عليه وسلم في يمينه استحضارا لهذا المعنى، أو يؤكد هذا الوصف استحضارا لهذا المعنى، وأن القلوب تتصرف وتتقلب، كما قال تعالى في قوم طلبوا الآيات وأقسموا بالله جهد أيمان، كما يقول: أقسموا بالله جهد أيمان من أن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أي ما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله أكبر. وهنا ينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه، مهما ظهر منك من الصلاح، مهما عرفت من نفسك من الاستقامة، مهما كنت عليه من خير فاحذر. فالقلوب بيد الله يصرفها كيف شاء، وتصريفه ليس خبط عشواء ولا أمر يكون دون أسباب، بل هو بأسباب ومقدمات. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لذلك ليحذر المؤمن، يحذر أن ينتكس قلبه أو يرتكس أو ينخلع من الهدى أو ينحرف عن الصراط المستقيم. فإنه إذا كان رسول الله وهو الممدود بالوحي من السماء يخاف ذلك، ويكون أكثر دعائه في سجوده: يا اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، فكيف بغيره. سفيان الثوري قضى ليلة وهو منكس رأسه، فقال له أحد من حضره: يا أبا سعيد، الذنوب تخاف؟ يعني هل تخاف من الذنوب أن تحيط بك وتهلكك؟ فرفعت ابنة من الأرض شيئا زهيدا من الأرض، فقال: إن ذنوبي عندي أهون من هذا. بمعنى أن الذنوب ليست بكبير مخوف إذا كان الإنسان يتوب منها ويرجع عنها، إنما يخشى عاقبتها وشؤمها. ولذلك قال: ولكني أخشى. بعدين قال: إن ذنوبي عندي أهون من هذا. قال: ولكني أخشى أن أسلب الإيمان. الله أكبر. تلك قلوب حية ففطنت فكانت على حذر ووجل، كما قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء عرفوا أنهم بالله ولله وعلى الله، وأنه لولا الله ما اهتدوا ولا ثبتوا على الحق، فكانت قلوبهم معلقة بالله في طلب التثبيت والهداية. لذلك كل من ظن أن الهداية التي هو عليها من جهده ومن كده ومن عمله فإنه سيخذل، إنما ينتصر ويثبت ويفوز من كان بالله ولله، من كان بالله في كل قول وعمل، ولله في أقواله وأعماله، وعلى الله فيما يأتي ويذر، يكون عند ذلك من الفائزين المثبتين. والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما
أخشى انسلاخ القلب من هذا، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. هذا من نظم ابن القيم رحمه الله، يقول: والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، أي أن الله جرت سنته أن يعفو ويصفح ويتجاوز جل في علاه سبحانه وبحمده. هذا حتى لو لم يتب الإنسان، فإن الذنوب بين التي هي حق لله، إن شاء عفى عنها وإن شاء غفرها، فكيف كيف بمن تاب إلى الله وصدق في الإقبال عليه وانهمل دموعه خوفا من الله وتعظيما له وإجلالا لمقامه جل في علاه، وقال: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه صادقا مخلصا منيبا أوابا، لا شك أن الله تعالى يغفر له، فهو يفرح بتوبة التائبين، والتوبة تهدم ما كان قبلها. لكنما الإشكال، كل الإشكال في أن يطبع على القلب وأن تصيبه شؤم معاصيه فينقلب بعد الهداية، ينقلب موتا بعد الحياة. الهداية حياة، يقول الله جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه بهذا النور المبين والقرآن العظيم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، لا يستويان. فكيف إذا سلب النور وذهب عنه ما يبصر به ويرى مواقع الهدى؟ لا شك أنه في بلاء عظيم وشر عظيم، كما قال له أصحابه يدعونه إلى الهدى حيران لا يدري أين يذهب، هو بين من يدعوه وينزعه إلى الشر وبين من يدعوه وينزعه إلى الخير، ومالت نفسه إلى الشر فهو حائر. هذه القلوب لما بعدت عن الله أصابها ما أصابها. لذلك من أوجب ما يكون على الإنسان وأهم ما ينبغي للمؤمن الذي يريد نجاة الآخرة وفوز الدنيا أن يلاحظ قلبه وأن يعتني به وأن يكون شديد الحرص على سلامته، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا المقام خطير وعظيم، ولو تكلم الإنسان فيه ما تكلم فهو بحاجة إلى مزيد تنبيه، لا سيما مع هذا الانفتاح الكبير على الناس في شهواتهم وشبهاتهم والدواعي التي تدعو الناس عن الخروج، تدعو الناس إلى الخروج عن الصراط المستقيم. لا شك أن يحتاج الإنسان إلى قلب رقيق، إلى قلب أواب، إلى كثرة استغفار وتوبة، إلى شعور بالخطر حتى يكون يقظا. إن لم يتيقظ فسيهلك، والله سيهلك، ولا يغتر الإنسان بحاله اليوم. كم من إنسان كان على هداية وصلاح فانقلب قلبه وتحولت حاله وأسرف على نفسه بألوان من المعاصي والخطايا وأتبع ذلك بصور من الشهوات حتى أصبح من أعداء الله ورسوله، وكان يوما من الأيام يدعو إلى الله على بصيرة. لا شك أن القلوب ضعيفة، والله تعالى يقول لرسوله: ولولا أن ثبتناك، وهذا منا من الله على رسوله، يعني لولا أننا ربطنا على قلبك وثبتناك على الهداية لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى ثبات قلبه ويفزع إلى ربه في طلب ذلك، فكلنا بحاجة إلى ذلك. اللهم اربط على قلوبنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد. هذا فيما يتعلق بالجزئية الأولى. أما أختي وفقها الله فأنصحها باللجأ إلى الله عز وجل والصبر على هذا الرجل الذي بدر منه ما بدر من تغير وانحراف، تصبر عليه، تنصحه، يعني لا سيما إذا كانت مضطرة إلى البقاء معه لأولاد أو أسرة، تصبر عليه لعل الله أن يهديه وأن يرده إلى الجادة، وتذكره بأسلوب حسن دون تعيير أو دون شدة وغلظة،
تترفق به لعل الله أن يجعلها سببا لهدايته وعوده إلى الصراط المستقيم. من حيث الحكم الشرعي يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق في مثل هذه الحال، إذا كان في مسلك زوجها فساد أو نقص في دينه ظاهر، بأن يكون قد تورط بكبائر مثل شرب الخمر مثل ما أشبه ذلك، فعند ذلك يجوز لها أن تطلب الطلاق لنقص دينه، ولا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت طلاق زوجها من غير ما بأس لم ترى رائحة الجنة، لأن هذا بأس، فهي طلبته لسبب وليس طلبا مجردا عن السبب. فلذلك أدعوها ابتداء إلى ما ذكرت، وأما من حيث الحكم الشرعي فلو طلبت الطلاق فيجوز، لكن ينبغي أن تراعي المصالح والمفاسد. نعم. وأسأل الله أن يرده ردا جميلا وأن يربط على قلوبنا وأن يعينها على ما هي فيه من بلاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.